حق الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم وفقنا وسائر المسلمين ما تحب وترضى واصرف عنا وسائر المسلمين كل سوء في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين، وبارك لنا ولسائر المسلمين في ذرياتنا وآبائنا وأزواجنا وأنفسنا وأوقاتنا وآل بيت نبينا وأقربائنا وعلمائنا وذرياتهم وسائر المسلمين يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على متن على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهم وقراء مصنفاتهم في الدارين آمين. وما زلنا في فصول متعلقة بباب النكاح، فصل في أحكام الخلع، وقرأنا فيه المقدمة في الجلسة الماضية. يقول: فصل في الخلع، وهو بضم الخاء المعجمة، مشتق من الخلع بفتحها، وهو النزع، وشرعا فرقة بعوض مقصود، فخرج الخلع على دم ونحوه، والخلع جائز على عوض معلوم مقدور على تسليمه، فإن كان على عوض مجهول كأن خالع على ثوب غير معين بانت بمهر المثل. شرحنا الموضوع ده في الجمعة الماضية يوم الاثنين الماضي بالتفصيل. احنا واقفين على الصيغة، نتكلم اليوم على الصيغة. اما الجزء السابق فعليك تحصل على محاضرة يوم الاثنين الماضي تجد فيها ما يسرك. قول الناظم: بانت بمهر المثل، والخلع الصحيح تملك به المرأة نفسها ولا رجعة له، أي الزوج عليها، سواء كان العوض صحيحا أو لا. وقوله: إلا بنكاح جديد، ساقط في أكثر النسخ، ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض. إحنا عندنا الخلع غير الطلاق، الطلاق في الحيض حرام ويقع، الخلع ممكن في الحيض ولا ولا لأنه هو طلب الزوجة، وبالتالي يبقى ما فيش في الخلع بقى ايه خلع بدعي، لكن الطلاق في طلاق بدعي، وهو الطلاق في طهر مسها فيه او في اثناء حيضه، ده اسمه الطلاق البدعي، سمي بدعي لانه يأثم صاحبه ويقع الطلاق. فهنا: ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض ولا يكون حراما خلافا للطلاق، ولا يلحق المختلع الطلاق بخلاف الرجعية فيلحقها. نقرأ بقى كلام الشيخ البيجوري: شروط الصيغة. وشروط في الصيغة ما مر فيها في البيع، لكن لا يضر هنا تخلو الكلام يسير لكونه معاوضة غير محضة، وهي اللي الصيغة يعني كل لفظ من ألفاظ الطلاق صريحة وكناية، ولفظ الخلع والمفاداة صريح في الطلاق فلا يحتاج إلى نية، وقيل كناية فيه، والأصح كما في الروضة أنه إن ذكر مع المال أو نوى فهما صريحان. يعني لو قالت طلقني على مبلغ كذا يبقى اسمه خلع، بالرغم أن جاب بلفظ الطلاق لأنه ذكر العوض، واضح؟ لو قالت فاديني على مبلغ كذا دل على أنه خلع ولو كان بلفظ المفاداة، واخد بالك؟ أو مثلا بلغة المصريين: هتعتقني لوجه الله وادفع لك كام؟ يقول لها كذا، أي دي تبقى بمعنى الخلع.
واضح؟ يعني والتخلص من ايه؟ من عقد النكاح على مقابل، يعني الخلع خلاصته هو فقد عقد النكاح على مقابل. اللفظ ينهي الموضوع يعني لما يقبل الثاني. لما يقبل لما احنا الصيغة إيجاب وقبول كده برضو. لو هي اللي قالت، ما هو ممكن تكون هي اللي قالت وممكن هو اللي افتتح. قال لها ايه رايك اطلقك وتدفعي المهر اللي دفعته لك؟ قالت له قبلت بقى خلعه. يعني ممكن هو اللي يفتحها في الموضوع وممكن هي اللي تطلب. هو يقصد هي لو رفض هو خلاص ما يتمش. ما هو زي اي عقد لازم يتفق الطرفين. هو في عقد بيع ينفع يتم والبائع مش موافق على الثمن او المشتري مش موافق على المبيع، هو لازم يبقى في موافقه من الطرفين لانه ده عقد. واضح؟ ما بتمشيه بس ايه؟ يعني بيتم في وجود القاضي علشان ايه ما يحصلش ايه؟ يعني حد يظلم حد. لا هي تتعنت في الطلب ولا هو يتعنت في الرفض يعني. والاصح كما في الروضه انه ان ذكر معهما المال، يعني لفظ المفاداه او الطلاق، لو ذكر معهما المال يبقى صريحا في الخلع. لأن ذكره أو نيته يشعر بالبينونة، وإلا فكنايتان، فإنه الطلاق وقع وإلا فلا. يعني لو قال لفظ بغير مقابل يبقى يقع طلاق ويبقى كناية على حسب نيته. واضح؟ يعني قالت له خالعني وما قالتلوش مقابل، فقال أنت مخلوعة من الآن، وقصر الطلاق وقع طلاق وما يبقاش خلع. واضح؟ وقع طلاق ولا يسمى ليه؟ لعدم ذكر المقابل. واضح؟ فإن نوى الطلاق وقع، يبقى اللفظ الكنائي ننظر للنية، واللفظ الصريح لا ننظر للنية. لما يبقى لفظ صريح ما أقولوش أنت قصد إيه؟ قصدك إيه؟ لأنه صريح. لما يبقى لفظ يحتمل أو ما أقول له قصدك إيه؟ بيقول لمراته مثلا ايه؟ انا ما بقتش طايق اشوف وشك، روحي بيت ابوكي مثلا. نقوم نيجي نساله ونقول لك تقصد ايه؟ هل تقصد طلاق ولا تقصد تستريح منها؟ لو قال اقصد طلاق يقع طلاق، لو قال اقصد استريح منها يبقى خلاص ده خلاف كده اسري وينتهي بعد يومين ثلاثه وخلاص. واضح؟ يبقى نساله على النيه في اللفظ اللي يحتمل ويحتمل، انما ما يقول لها أنت طالق الآن، ما روحش بقى اسأله أنت قصدك إيه؟ مفيش قصد بقى، قال طالق. طيب ولو اتقال طالق بالهمزة مش بالقاف يبقى كناية. يبقى كناية، واضح؟ لازم بالقاف كده ويقلقلها، أنت طالق، عشان يبقى صريح مريح. واضح؟ لو بالهمزه نساله قصدك ايه؟ يبقى كناية. لا ما هو ما يكذبش في قصده. لان لو كذب في قصده في قصده يبقى يأثم امام الله. ما يروحش بقى يضحك على الشيخ يقول ما كانش قصدي، هو كان قصده. هيضحك على الشيخ لكن ما يضحكش على الله. واضح؟ الشيخ هيوديه في داهيه يقول له ايه لا يقع. هيوديه في داهيه، لكن هو بينه وبين الله وقع لانه كان قصده. واضح؟ طالق خلاص برضو كناية، عشان يقولها بالقاف تبقى صريح، غير كده تبقى كناية. لو كناية معناها ايه؟ معناها اسأله عن قصده، اقول له انت قصدك ايه؟ فهمت بقى؟ ادي الفرق بين الصريح والكناية. الصريح ما اسألش عن قصده، زي اما نيجي في ايه؟ في القتل، امتى اقول عليه عمد وامتى اقول عليه شبه عمد وامتى اقول عليه خطأ؟ انظر للآلة اللي قتل بيها. لو الآلة دي تقتل غالبا يبقى ده متعمد، مفيش حاجة بقى ايه يقول كان قصدي أدبه بيضربه بالرصاص، مفيش بقى اسمها ان انا قصدي أدبه. ما سألوش عن قصده، ده عمد صريح. وعرفت الصراحة منين؟ من الآلة، لأنها آلة تقتل غالبا.
لكن مسك عصايه وضربه قام ايه قلبه وقف لانه عنده ذبح فمات. العصايه دي تحتمل انه كان يقصد التاديب. نقول له ايه كان قصدك ايه؟ قال انا قصدي اموته. يبقى يسموه شبه عمد. يسموه ايه؟ شبه عمد، لان في الشرع يميزوا في القتل بين العمد وشبه العمد والخطا. عندهم ثلاث انواع في القانون الوضعي، يا عمد يا ايه؟ يا خطا. ما فيش الوسط ده في القانون الوضعي الحالي. لكن الشرع ينظر للحاجات دي على حسب نوع الاله. واضح نوع الاله هي اللي تخبط. بيضربه بالكرباج فمات. واضح؟ الكرباج ده ما يقتلش غالبا، لا يقتل غالبا. رمى عليه حجر دبش قد كده، خلاص ده عمد. لان ده يقتل غالبا. وهكذا. نفس الحكايه في الالفاظ الصريحه ما اسالش عن نيه. الألفاظ الكناية أسأل على نيته. فإن نوى الطلاق وقع وإلا فلا، وإلا فلا يقع في الكناية يعني. فلو لم يصرح بالمال ولم ينوه ونوى التماس قبولها وقبلت ونوى الطلاق وقع. يعني افرض قال لها إيه رأيك بقى؟ أنت طالق على مقابل. وذكر هذا المقابل على 100,000 جنيه. أنت طالق على الشقة اللي في مارينا اللي أنا كتبتها باسمك السنة اللي فاتت. اديهاني وأنا طلقتك. أنت طالق على الفيلا بتاعتنا اللي في المقطم اللي أنا كتبتها باسمك. واخد بالك؟ ترجعها لي أطلقك. وقصد الطلاق ولم يقصد الخلع. وهو بيقول كده قصد الطلاق ولم يقصد الخلع، وقع طلاق. لأن العبرة بقصده. واضح؟ العبرة بقصد. يعني ولو ذكر ولم ينوي إلا الطلاق وقع طلاق، لكن لو قال كده وقصد الخلع وقع خلع. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده بيقول لك وإيه؟ فلو التمس منها ولم ينوي إلا الطلاق وقع الطلاق ولو ذكر العوض. يلا. مش في طلاق على مال. ما هو الطلاق على مال ده إذا قصد به الخلع يبقى خلع وليه أحكام الخلع. ما بيتحسبش من عدد الطلقات وتبقى بائنة وما يبقى ما ينفعش يردها في الرجعة في عدتها. لو قصد به الطلاق. واضح؟ فإن نوى الطلاق وقع وإلا فلا. فلو لم يصرح بالمال دي حالة يقع طلاق، ولم ينوه ونوى ولم ينوي المال يعني ونوى التماس قبولها وقبلت ونوى الطلاق وقع. فإن لم ينوي التماس قبولها ونوى الطلاق وقع رجعيا وإلا فلا. وإن نوى التماس قبولها ولم تقبل لم يقع شيء. يعني بيقول لها إيه رأيك؟ توافق أطلقك؟ فهي ما ردتش، لا يقع شيء ولا كأنه قال حاجة، لأنه بياخد رأيها. ده اسمه التماس، بيطلب منه. مش يقول لها انت كذا، لا ده بيقول لها ايه رايك توافقي اطلقك وتستريحي من العشره اللي احنا فيها دي. فقامت هي ما ردتش، دخلت اوضتها وقفلت عليها الباب وقعدت تعيط شويه. خلاص ما حصلش حاجه. فهمت بقى؟ فان لم ينوي التماس قبولها ونوى الطلاق. افرض بيقول لها ايه رايك اطلقك ونوى هو الطلاق ولم ينوي الالتماس وقع. لان ما يقول لها ايه رايك اطلقك في صوره التماس وقصد الطلاق يبقى كنايه. هي هنا كمان يعني في قلبه. ايوه خلاص، يبقى وقع على نيته. يقع على نيته. واضح؟ ونوى الطلاق وقع. فان لم ينوي التماس، ما هو لازم الانسان يكون صادق مع ربه. لازم يبقى صادق مع ربه. مش يروح للشيخ يضحك عليه، يقول له ما كانش قصدي، اصل انا كنت زعلان شويه. طب وانت عمرك هتطلق الا وانت زعلان؟ وانتم ما تبقوا قاعدين فرحانين كده هتقول لها انت طالق؟ ما هو لازم تبقى زعلان. فهمت؟ فحجه واهيه يعني. فلازم يكون قاصد وواضح، ويبقى واضح مع نفسه. لعلمك بيوت كتيره مليانه نكد علشان عايشين في الحرام. والله دي الحقيقه، لانه ياما طلقها ويروح للشيخ يضحك على الشيخ.
وهي تبقى مش مراته وعايش معاه، يروح يضحك على الشيخ. دي بتحصل كتير، فتلاقي البيت مليان نكد سبحان الله، والعيال يطلعوا متشردين، واللي يقع في الادمان والحاجه مسكنه، فربنا ينجي. فلازم الانسان يكون صريع عشان ما يعيش في الحلال يجد فيه بركه في الذريه وبركه في المعيشه وبركه في كل حاجه. فما ينطقش الكلمه دي الا هو قاصدها وعارفها، ما يقعدش يتلاعب بيها. فان لم ينوي التماس قبولها ونوى الطلاق وقع رجعيا، والا فلا. وان نوى التماس قبولها ولم تقبل لم يقع شيء، وكذا ان لم ينوي الطلاق ولو اضمر التماس قبولها فقبلت على المعتمد خلافا لما جرى عليه المحشر. افرض بيقول لها ايه رايك طلقك وهو مش ناوي يطلقها، فقالت له قبلت، لا يقع. فهمت ازاي؟ لو هو في ايده هو. لكن لما يقول لها ايه رايك طلقك، بياخد رايها، فلو وافقت قصده الطلاق وقع الطلاق. فالامور كلها عايزه نوايا واضحه، ويكون الانسان يكون واضح مع نفسه. خلافا لما جرى عليه المحشي. والحاصل انه ان صرح بالعوض او نواه كان صريحا، فيقع بائنا به في الاولى في الصريح يعني بالعوض، وكذا في الثانيه ان وافقته على ما نواه، والا فيقع بائنا بمهر المثل. يعني افرض هي ما وافقتوش على العوض مغلي، لكن وافقته على الخلع، لكن ما وافقتوش على العوض، وقع بائنا بس بمهر المثل، بمهر مثله. واضح؟ اما يقول لك فيقع بائنا يعني يقع خلعا، لان الطلاق الثاني يقع رجعي، وده يقع بائنا. بائنا يعني لا يستطيع ان يراجعها وقت عدته، ده في الخلع. والا فيقع بائنا بمهر المثل، وان لم يصرح به ولم ينوه فهو كنايه، وان اضمر التماس قبولها وقبلت على المعتمد كما علم. قول وهو، هو اللي هو ايه؟ الخلع يعني، بضم الخاء المعجمه، مشتق من الخلع بفتحه. المصريين عاملين نكته على الموضوع ده ايام لما طلع محامين بقى شغالين في الخلع، يعني لما طلع قانون الخلع يعني. فواحدة راحة للمحامي قالت له أنا عايزة ترفع لي قضية خلع على زوجي. قال لها بس دي هتكلفك 5000 جنيه. قالت له بس معيش غير 1000، ممكن تلخلخهولي؟ يعني بدل ما تخلعه خالص نلخلخه. الطلاق الرجعي يا سيدي لما يكون الزوج يحب يجوز زوجته يقطعها على طول ولا لازم قدامها تمشي؟ لا لا مش لازم. مش لازم، ده هو ممكن يطلعها في الصالة ويرضها في أوضة النوم. ولا حد ديري ولا صح عياله حتى، بس تتحس بطلقة محسوبة من اللي فات. خدت بالك؟ مش لازم يروح لإمام المسجد يعني يقول له رد لي مراتي زي ما بيعملوا العوام، مش محتاجة. وهو بضم الخاء المعجمة مشتق من الخلع، من الخلع بفتحها، فهو بالضم مصدر سماعي وبالفتح مصدر قياسي، يقال خلع نعله يخلعه خلعا كنقبه كنفعه ينفعه نفعا. وقوله وهو النزع أي والخلع بفتح الخاء النزع، فيكون معنى الخلع الخلع بضمها لغة النزع. ومناسبته للمعنى الشرعي أن كل من الزوجين كاللباس للآخر، قال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي هن كاللباس لكم وأنتم كاللباس لهن، فكل منهما في حال اعتناق أحدهما بالآخر كاللباس في احتوائه على الملبوس. قال الجعدي إذا ما الضجيع ثنى عطفها تثنت فكانت عليه لباسا. وأيضا كل منهما يستر حال صاحبه ويمنعه من الفواحش فكان كاللباس له. وإذا فارق الزوج زوجته كأنه نزع لباسه الحسي، فصح الإتيان بكأن التي للتشبيه أو اللباس المعنوي فتكون كأن للتحقيق، لأنه عايز تملي يبين لك أن فيه علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي للكلمة. هذه كل الحكاية، ففيه معناها اللغوي واسع، بس احنا خدنا من المعنى اللغوي ده وخلينا له معنى شرعي اخر، وان كان برضو يجتمع مع المعنى اللغوي في وجه. قول وشرعا عطف على لغة، لغة المقدر، فكأنه قال وهو لغة النزع
وشرعا فرقة أي دال فرقة أي لفظ دال على فرقة، ولو بلفظ المفاداة، وقوله بعوض مقصود أي راجع لجهة الزوج كما تقدم. ويقيد كلام المصنف بذلك أيضا، فقول والخلع جائز على عوض معلوم أي مقصود راجع لجهة الزوج، فلو قيده الشارح بذلك لكان أولى، لكنه اتكل على علمه من التعريف. قول فخرج الخلع على دم ونحو، الدم ده غير مقصود، يعني مش هيستفيد به الزوج، قال قلت له خلعني على دم، احنا عندنا الدم لا يباع ويحرم، واخد بالك، يبقى ده عوض غير مقصود، يبقى ما ينفعش هذا خلع. فخرج الخلع على دم، على شيء يعني غير لا قيمة له، فبيدي لك مثال وهو الدم، الدم ده حاجة لا قيمة له، يعني لا يباع ولا يشترى لأنه محرم، واضح؟ فخرج الخلع على دم ونحوه أي كالحشرات، يعني تخلعني على 10 دبانات، طب تخلعني وتموت لي 10 صراصير عشان عندهم صراصير كتير في البيت، أو تموت التعبان اللي في البيت ده ولو جبت لي أجله تبقى إيه؟ تبقى خلعتني، ما ينفعش، لأن الثعبان ده قاتل لا قيمة لا ثمن له عند المسلمين، لا ثمن له عند المسلمين. وكذا الحشرات والضفادع، لا الخنزير مقصود في ذاته عند غيرنا، وبالتالي يصح الخلع لكن على مهر المثل بقى، يعني قالت له تخلعني على مثلا زق خمرة فهو قبل، يتم الخلع ويبقى على مهر المثل مش على الخمر، خدت بالك؟ يعني؟ لا مهر مثلها، نشوف اللي مثلها اللي في حالها ده لما تتجوز بتاخد مهر كام من حيث وسطها الاجتماعي، فالقاضي يشوف الوسط الاجتماعي بتاعها ايه، اختها لما بتتجوز بتاخد مهر كام، بنت خالتها بنت عمتها كده، ده اسمه مهر المثل. يعني عقد خلع لكن مش هياخد خمر لانه غير مقصود في الشرع، ياخد مهر المثل. ها؟ ولكن برضه لا، علشان هو ياخد المهر المثل ده يتجوز بيها بدلها واحده، يعني الخمر مش زي الدم، فهمت؟ ما هو هيضطر يتجوز. ما هو اصلا الرجال قوامون على النساء ايه؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من امواله، لان الرجل هو اللي انفق، فلو هي عايزه تخالع تدفع له اللي انفقه عشان ياخد اللي انفقه ده ينفقه على غيرها، واضح؟ فالشرع يعني بيراعي الامر المساله دي. وقوله بعوض مقصود فخرج الخلع على دم ونحو اي كالحشرات، وهو تفريع على مفهوم قوله مقصود، وتقدم انه يقع في ذلك الطلاق رجعيا. افرض هي وافقت او هو وافق، قالت له خالعني على قتل ايه الابراص اللي موجوده في الشقه عندنا عشان هي بتخاف من البرص، فقام وافق، يقع رجعي، يقع طلاق رجعي، لأنه ده غير مقصود، بخلاف لو قالت له خالعني على خمر يقع بائن لكن بمهر المثل، فهمتني بقى ازاي؟ ولا مال بخلاف الخلع على المقصود الفاسد، بخلاف الخلع على ايه؟ على المقصود الفاسد كالخمر وميتة، فيقع الطلاق بائنا لكن بمهر المثل. افهم الاحكام دي مهمه عشان تفهم الفرق بين ده وده. قول والخلع جائز اي صحيح بالمسمى، الخلع جائز يعني صحيح هنا بمعنى صحيح، مش جائز يعني مباح، لا جائز هنا بمعنى صحيح. وان كره والخلع جائز اي صحيح بالمسمى وان كره، يعني هو حكم الشرع اصلا مكروه، لان ابغض الحلال عند الله الطلاق وهو من اقسامه، كويس، فيبقى اصله مكروه، لكن انا اقصد صحيح جائز يعني ايه مش مباح، ده جائز انا اقصد بيه صحيح بالمسمى، وان كره كما هو الاصل فيه كما مر، او حرم كان وقع مع الاجنبي في حال الحيض
او يكون ايه خلع محرم، يعني اجنبي قال له تخالع زوجتك على مبلغ كذا ادفعه لك وكانت حائض فقبل، يصح الخلع في هذه الحالة ويكون محرم لانه جاء من اجنبي. واضح؟ فهمت؟ يصح ويكون محرم ويكون حرام عليه، حكمه حرام لان الاجنبي هنا يشجع على فراق الرجل من زوجته، يعني هو بيصطاد في الماء العكر عايز ياخدها من جوزها. مش بتحصل حاجات زي دي؟ يقول له طلق مراتك وادي لك اللي انت عايزه، كانه بالظبط بيعينه او بيغريه على انهاء عقد الزواج، والشرع يكره الحكايه دي، فكانه اغراءه له يبقى حرام. واضح في حق هذا الاجنبي، ويبقى الخلع في هذه الحاله حرام ويقع. كان وقع مع الاجنبي في حال الحيض، قوله على عوض معلوم اي مقصود راجع لجهه الزوج كما علم مما تقدم، انما قيد بالمعلوم لاجل لزوم المسمى، فلا ينافي انه يصح بالمجهول لكن يقع بائنا بمهر المثل. قالت له خالعني وحفصتك. ايه حفصتك دي؟ هتديني ايه يعني؟ ايه اللي يبسطني؟ فهمت؟ او ده على مجهول. او قالت له ايه؟ خالعني على ما في يدي ومخبيه في ايدها حاجه. فلا موافق، فتحت ايدها طلع بيضه. طلع اي حاجه، طلعت ايدها فاضيه. يقع بائنا بمهر المثل. يقع بائنا بمهر المثل. واضح؟ لو قالت على عوض مجهول زي خالعني واعطيك احد ايه العمارتين التي املكهما، هي عندها عماره مثلا في المقطم وتملك عماره اخرى مثلا في السيده عائشه. قالت له تخالعني واعطيك احدى عمارتي فقبل. ما ينفعش ياخد اي عماره فيه. ياخد مهر المثل. ياخد مهر المثل لانه لازم تحدده. ما حددتش على عوض غير معلوم. واضح الكلام؟ ملوش دعوه. هو اللي قابل، هو بقى راجل ايه جاهل بالاحكام فوقع نفسه في المشكله. لو هو راجل قروبه يقول لها اي عماره؟ انت ايه الاماره؟ فهمت؟ يحدد. عايزين نحط النقط على الحروف كده تبقى الحكايه واضحه. فهمت؟ قالت له مثلا خالعني ب1000. ايه 1000 ايه يعني؟ 1000 جنيه ولا 1000 دولار ولا 1000 يورو ولا 1000 برتقانه ولا 1000 حتة لحمة ولا 1000 فرخة ولا 1000 جمل، الله أعلم. فهمت؟ فكلمة 1000 إيه 1000 يعني؟ لازم تحدد. واضح؟ يبقى إيه؟ فلا ينافي أنه يصح بالمجهول لكن يقع بائنا بمهر المثل كما سيذكره بعد. ولو سكت عنه لكان أولى وأنسب. والحاصل أن عوض الخلع يكون قليلا وكثيرا ودينا وعينا ومنفعة ومملوكا وغير مملوك. يعني الخلع ممكن يبقى قليل وكثير. ممكن تقول له خلعني على جنيه يوافق، جنيه مع السلامة أقل حاجة. ممكن تقول له خلعني على 1,000,000 جنيه يوافق، ياخد المليون. يعني على القليل والكثير يمشي. زي ما اديت لك أنا المثال الراجل اللي قال لمراته إيه أنت طالق إن طلعتي ولا نزلتي، وهي واقفة على السلم. واقفة على السلم بتجيب له حاجة من فوق السطوح. واخد بالك؟ فقال لها ايه انت طالق لو طلعتي او نزلتي، يعني هتقف كده. ودي كانت الطلقه الثالثه وهو الراجل عنده عيال كتير. فقامت راحت ايه نادت شيخ القريه، فجاء القصه دي حصلت في بعض قرى مصر. يعني بيبين لك ازاي كانوا العلماء ازهريه في كل قرى مصر، علماء فاهمين. فراحت جابت الشيخ بتاع القريه وهي واقفه على السلم، بعتت ولادها هاتوا الشيخ فلان. جاء الشيخ فلان، ايه اللي حصل؟ قال له دي الطلقه الثالثه، وانا قلت لها انت طالق ان طلعتي او نزلتي، وكان في ايدها رغيف عيش خبزاه ونازله بيه على السلم ماسكاه. فقال لها ايه؟ قولي له خالعني بهذا الرغيف. فقالت له، قال له قل قبلت. قال قبلت. قال لها انزلي. راحت نازله، وبعد ما نزلت عقد عليهم زواج جديد وما اتحسبتش من الطلقات وحل الأزمة. فهمت بقى الطريقة؟ جامدة. ها؟
والزواج الجديد بثلاثة تاني بقى. ها؟ والزواج الجديد بثلاثة. واجهال واجهال بس الراجح ان يعني لو كانت يعني بعد الثالثة يجي له بثلاثة تاني بالإجماع. وده هيبقى فيه أوجه. يعني يتزوج بعقد جديد ولكن يبقى عليه طلقة واحدة لأنه هو أصلا عليه طلقة واحدة ولا يبقى عقد جديد؟ الراجح إن يبقى عليه طلقة واحدة. العقد الجديد ده. لو يعني طلقها تبقى دي الثالثة برضه. واضح؟ فهو ميزته إنه مخلص. مخلص يعني عقد الخلع ده مخلص فعشان كده ينفع بالقليل والكثير. واضح؟ ودينا وعينا. تقول له خالعني بما لك على فلان. افرض هو مستدين من فلان ده جارهم 50,000 جنيه. تقول له خالعني وانا هسدد الدين ده. واضح؟ فيقبل يمشي. يمشي خلق. او ده على دين. واضح؟ وعلى عين على شيء متعين، على هذه الدار، على هذا الفستان، على هذا الدولاب، على هذه المكتبة، على هذه السلسلة، أي حاجة، على هذا الموبايل المحمول، أي حاجة متعينة يعني عينا يعني شيء متعين. ومنفعة مش محسوب طرف الخلع ما يتحسبش من الطلقات، ما يتحسبش من الطلقات. ومنفعة ومملوكا، والمنفعة برضو كده يعني هي اصلا واخد عقد انتفاع بقطعه ارض مثلا، فتقول خالعني واعطيك عقد الانتفاع بقطعه الارض المفهوم. كل دي ينفع على منفعه. واضح؟ وممكن كمان تقول له ايه خالعني على ان احفظ اولادك القران مثلا، وهي ست حافظه للقران وعامله بقى كتاب وبتاخد اجره في الشهر، فتقول له خالعني على ان احفظ اولادك القران ومش هتاخد منه مقابل تحفظه وهو قابل، او ده على منفعه. مدرسه فرنساوي قالت له خالعني وادرس فرنساوي لاولادك حتى يتخرجوا من الثانويه العامه كل سنه علي انا الدروس دي ببلاش، قابل تمشي. كل دي منفعه. واضح؟ ومملوكا عندها عبد، قالت له خالعني ولك هذا العبد، قابل ياخد. وغير مملوك وطاهرا ونجسا ومعلوما ومجهولا، لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. بس احنا قلنا في النجس يبقى عقد خلع ويبقى ايه مهر المثل، بس يصح العقد لكن يبقى مهر المثل. قوله مقدور على تسليمه، لازم يبقى مقدور على تسليمه، فلو خالعها على نحو مغصوب فانه يقع بائنا بمهر المثل. هي عندها فدان ارض في بلدها بس مغصوب مش تحت ايدها، واخدين ولاد عمها لانه كان في مشاع ارث وشيء تملكوش مغصوب، تقول له خالعني على هذا الفدان، ما ينفع لانه ده بتخالع على مغصوب. طب لو قابل يصح بمهر المثل، يصح الخلع بس ياخد مهر المثل ما ياخدش الفدان. واضح؟ ياخد مهر المثل. ركز معايا عشان ايه صور كتيره يعني. فانه يقع بائنا بمهر المثل، فان كان على عوض مجهول ومنه ما لو خلع على ما في كفها وليس فيه شيء فيقع بائنا بمهر المثل. علم بذلك الزوج ام لا؟ فكأنه خلع على شيء ويلغو قوله في كفها، فإن كان فيه شيء، فإن كان صحيحا معلوما وقع بائنا به، وإن كان فاسدا مقصودا كخمر وميتة وقع بائنا بمهر المثل، وإن كان فاسدا غير مقصود كدم ونحوه فإن علم به الزوج وقع رجعيا، وإن لم يعلم به وقع بائنا بمهر المثل. كل دي الصور سأبي لخصها لك يعني. قوله كأن خلع على ثوب غير معين، أي كأن قال لها خالعتك على مقطع قماش ولم يعينه بالصفات. قالت له إيه؟ قال لها خالعتك على 10 متر قماش. ما قالهاش نوع القماش ولا أوصاف. يقع بس بمهر المثل. قوله بانت بمهر المثل، فالتقييد بالمعلوم ليقع الخلع بالمسمى كما تقدم. أما لو قال لها إن أبرأتني من دينك
أو من صداقك فأنت طالق، فأبرأته وكان المبرأ منه مجهولا فلا يقع الطلاق أصلا. وكذا لو كانت غير رشيدة. وأما لو قال لها إن أبرأتني من دينك أو من صداقك فأنت طالق، فأبرأته وكان المبرأ منه مجهولا فلا يقع الطلاق أصلا. وكذا لو كانت غير رشيدة، يعني عندها سفاهة أو شيء أو صغيرة في السن، أو تعلق به زكاة، فلا يقع الطلاق إلا إن كانت البراءة صحيحة بأن كانت مستجمعة للشروط. فالحاصل أنه إن صحت البراءة وقع الطلاق بائنا، وإلا فلا. بقي أنه يقع كثيرا أن المرأة تقول أبرأتك أي أبرأ أو أبرأك الله، فيقول إن صحت براءتك فأنت طالق، فإن صحت براءتها لأن اجتمعت شروط البراءة وقع الطلاق رجعيا، لأنه إنما علقه على الصحة وقد وجدت لا على البراءة، لأنها أبرأته أولا وإن لم تصح لم يقع الطلاق. قول والخلع الصحيح تملك به المرأة نفسها. نقف عند هذا الحد عشان إيه، عندنا إحنا النهاردة عايزين نلحق الشيخ ونكمل موضوع الخلع، حاجة بسيطة تبقى المرة اللي جاية إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.